هنكمل بقى مع بعض بقى المحاضرة الثانية. في مادة الـ IT. كنا بنتكلم يا جماعة عن مكونات الكمبيوتر، مكونات الحاسب الآلي. قلنا الكمبيوتر بيتكون من إيه؟ ها؟ وده بيتكون يا شباب حاجه اسمها هاردوير وحاجه اسمها سوفت وير. قلنا الهاردوير بيتكون من ايه؟ السي بي يو اللي هو وحده المعالجه المركزيه اللي هو ايه؟ العقل بتاع الجهاز. ايه تاني؟ ها؟ الانبوت اوتبوت يونتس. بعد كده الميموري يونتس والكوميونيكيشن يونت وحدات الاتصال زي اسلاك كده. ايه هو السوفت وير عندنا؟ البرامج، السيستم، اي جهاز كمبيوتر بيجيبه ينزل عليه ايه؟ ها؟ ويندوز سيستم. بعد ما انزل ويندوز بنزل ايه؟ ابلكيشن، تطبيقات زي ايه؟ زي الاوفيس. بعد كده في عندنا حاجه اسمها ايه؟ اللانجوج، لغات البرمجه. لغات الايه؟ البرمجه. طيب هيبدأ في الكتاب عندنا أو الفكرة في الكتاب عندنا هيبدأ يمسك كل مكون هاردوير يتكلم عنه. على سبيل المثال تعالوا كده نشوف صفحة 2 بيتكلم عن أول حاجة كده إيه؟ وحدات الإدخال والإخراج، ويقول لنا إيه هي وحدات الإدخال والإخراج. إيه الحاجات اللي بدخل بها بيانات الكمبيوتر وبخرج معلومات الكمبيوتر؟ إيه هي؟ عشان ادخل معلومات اول حاجه عندنا ايه؟ لوحه المفاتيح. دي وحده ايه؟ ادخال ولا اخراج؟ ادخال. بعد كده عندنا ايه؟ الفأر. وحده ايه؟ الماوس. وحده ايه؟ ادخال. والسكانر ادخال. والقلم الضوئي ادخال. والقارئ الباركود ادخال. بتاع السوبر ماركت اللي بتشوفوه ده المايك ادخال. الكاميرا الرقميه ادخال. نيجي بقى وحدات الاخراج بقى زي ايه؟ الشاشه، السماعات، الطابعه، البروجيكتور، البلوتر. اوكي يا جماعه؟ يبقى لغايه صفحه كام؟ 4 كده وحدات الادخال والايه؟ والاخراج. طب نيجي بعد كده لوسائط التخزين. هيبدا يتكلم عن ايه؟ هو كده اتكلم فين؟ عن ايه؟ هيتكلم عن ايه؟ الميموري يونت. احنا بنخزن في الميموري ايه؟ ها؟ ايه اللي بنخزنه في الميموري؟ الداتا اسمها داتا. ماشي؟ طيب الداتا دي اللي هي البيانات بتاعتنا، ممكن تكون انواعها ايه؟ انواعها ايوه صور. ها؟ فيديو. ايه تاني؟ كتابة. ممكن اخزن كلام. ممكن اخزن ايه؟ صور. ما الحاجات دي بندخلها ونخرجها للكمبيوتر. عشان ادخل صور للكمبيوتر بستخدم السكانر. عشان اخرج كتابة بخرجها بالبرنتر. عشان اخرج فيديو بشوفها على الشاشة. فدي وحدات اخرى. دي انواع البيانات عندنا. طيب. الصوت، المايك الصوت برضه بندخل صوت. دي انواع الايه؟ البيانات. لما يجي سؤال في الامتحان يقول لك انواع البيانات ايه؟ صوت، فيديو، نوت، تكست، نصوص يعني نص نصوص. نص نص نصوص. اوكي؟ طيب بالانجليزي يفضل ان نكتبه بالانجليزي. ايمج، فيديو، تكست،
يفضل نكتب بالانجليزي يفضل ماشي. طيب الداتا ديت بنقيسها بايه؟ بنوزنها بايه؟ احنا بنيجي نشتري ذاكره بنشتريها بايه؟ ها بنوزن الذاكره بايه؟ جرام. لا كيلو. انت الموبايل بتاعك الذاكره بتاعته قد ايه؟ 64 كيلو؟ كيلو جرام؟ جيجا بايت. اهم حاجه كلمه بايت. بنوزن الذاكره عندنا بحاجه اسمها ايه؟ وحده قياس الذاكره هي ايه؟ البايت. اوكي؟ ففي عندنا بايت وفي عندنا ايه؟ كيلو بايت، وفي عندنا ايه؟ ميجا بايت، وفي عندنا ايه؟ وفي عندنا ايه؟ تيرا بايت. ايه الفرق ما بينهم اللي هو كام؟ لو انا في التيرا بايت عاوز اروح للبايت بقسم على ايه؟ على 1024. يبقى انا لو انا في التيرا بايت عاوز اروح لجيجا بايت بقسم على كام؟ 1024. العكس بقى ايه؟ بقسم معلش انا اسف العكس. كده بضرب وكده بقسم. لو انا في التيره وعاوز اروح للبايت بضرب. لو انا في البايت عاوز اروح بقسم. يا جماعة طيب الكلام ده موجود عندكم مذكرة؟ ثواني